يعني صراحة كان هناك حالة جرف جماعي لبعض المقابر الجماعية، مثلا التح أيضا في ريف إدلب الجنوبي، قرية صغيرة يتجاوز سكانها 20,000 نسمة، تم جرف المقبرة الرئيسية بالكامل، لكن تم استخراج وتنكيل جثث بعض الناشطين وعناصر أو مقاتلين وقادة في الجيش السوري الحر كما ذكر الأستاذ منذ قليل. لكن في بعض المناطق كان هناك استخراج جثث لأسماء محددة بدافع انتقامي شخصي، لكن بشكل ممنهج من قبل النظام، باعتبار أنه على الأقل لا يوجد محاسبة، لا يوجد فقط تكذيب هذه الحالات التي حصلت. فالجثث طبعا أغلبها كانت باستثناء مدينة حلب، لأن تم استخراج جثث بعد دخول النظام فورا إلى المنطقة، في تحديدا في مقبرة حي صلاح الدين، وهو من أشهر الأحياء التي كان له حضور كبير جدا في الثورة السورية. باقي الجثث كانت فقط عبارة عن عظام استشهدت منذ أكثر من سنتين عن دخول قوات النظام، لكن في مدينة حلب كان هناك فعلا استخراج لجثث لم يكن قد استشهدوا قبل أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع.